وصل الشكل الجديد من سكوتر دريفت الحجم الكبير 36 فولت وبوري وبلوتوث وأغراض حماية واتنين مفتاح وثلاث سرعات والكرسي قابل للتعديل يمديك تكبره أو تصغره على حسب حجم الطفل. وما شاء الله تبارك الله هذه الدفعة الجديدة وبأسعار مرة ممتازة. هنا المفتاح هذا اللي تفتح منه يتلف كده وتختار الدرجة اللي تبغاها كده واضحة. هذه واحدة اثنين يجي أربع درجات تقريبا، تختار المقاس تجربه أو تبعده حسب حجم الطفل. طبعا بيجي إنارة أمامية وإنارة أسفل الكرسي، أكتر من موديل وأكتر من شكل، اثنين مفتاح وهذه ثلاث سرعات وبوري، وهذا مكان الشاحن. طبعا بيجي معاه أغراض الحماية، الخوذة وحجة الرجول وحجة اليد. ما شاء الله تبارك الله هذا الحجم الكبير. اركب يا سراج، اركب اي واحد خلي يجرب. بسم الله.